أنا بعتبر أنه كلنا في هاي الغرفة نستاهل أنه إحنا نعتبر حالنا متميزين كفريق عمل، لأنه إحنا نجحنا مرة ثانية من كل هالسوق إلى المرحلة اللي هو فيها. يعني بشكرنا جميعا وكل واحد فيكم على الجهود، شكرا جزيلا. أنا من طرفي يعني رح أعمل بكل ما أستطيع بالتعاون مع الإخوان الموجودين لأنه أكون أنا عامل مساعد. شركة موزيكو تأسست سنة 2005 كأول شركة وكيلة للموبايل في فلسطين. يعني في الزمن في 2005 ما كانش ولا في شركة ماخذة وكالة من شركة عالمية زي نوكيا. في 2000 أول ما دخلنا السوق كان السوق طبعا مليان بالأجهزة التهريب، ما فيش ولا جهاز رسمي. استطعنا خلال 3 سنوات، في نقطة تانية بحب أكد عليها أنه ما كانش معترف فينا كوكيل فلسطيني، كنا كوكيل أردني يعمل في فلسطين. في سنة 2008 استطعنا ننتزع اعتراف من شركة نوكيا بسوق فلسطين كسوق مستقل، كدولة مستقلة لحالها منعزلة عن الأسواق اللي حواليها. وبلشنا في 2008 نوزع الجهاز، كنا طبعا في 2005 إلى 2008 نوزع الجهاز الرسمي، بس كانت صعوبات جمة، ما في أي تحديد للأجهزة، التهريب كان ماشي بكثرة، فواجهتنا صعوبة كثيرة. في 2008 استطعنا بالتعاون مع السلطة الفلسطينية بتحجيم هذا الأجهزة المهربة ونشر الجهاز اللي بيجي مع كامل معداته والأكسسوارز تاعته الأصلية. من 2008 إلى 2010 استطعنا الحمد لله رب العالمين نأخذ حصة كبيرة من سوق الموبايل بفلسطين، وهلأ الحمد لله رب العالمين زي ما أنت شايفة عندنا حجم نقاط بيع هائل نتعامل معه ومن خلاله نتواصل مع المستهلك الفلسطيني. إحنا هذا تقليد سنوي، كل سنة منحب نعمل لقاء وجها لوجه مع نقاط البيع من أجل يعني تقديرا لجهودهم معنا في السوق الفلسطيني، ومن أجل أنه نعطيهم نتيجة جهودهم هو العمولات اللي بتستحق لهم وولائهم لنا للشركة، فهي نوع من التقدير للجهود وتكريم لهم. والله إحنا لقائنا هذا هو تقليد سنوي منتبعه عادة في شركة موزيكو، بندعو نقاط البيع والشركاء المميزين لنا، طبعا نقاط البيع الفعالة لموزيكو، على أساس أنه نكرمهم ونستضيفهم بحفل، وزي ما حكى السيد سمير الرفاعي وجها لوجه باجتماعات وبتبادل اقتراحات وتكريم لهم يعني إن شاء الله. طبعا في 2011 حيكون في إشياء جديدة لكل نقاط البيع، إحنا بنخطط على أن نسيطر على أو مش نسيطر يكون حصتنا السوقية في فلسطين إن شاء الله 80% اللي هي أجهزة نوكيا موزيكو، وإن شاء الله إحنا كل يعني التخطيطات إلنا إن نتجه ونوصل هاي النسبة. كان الحضور كثير ممتاز، الجميع انبسط والحمد لله كانت الترتيبات كثير ممتازة. نتمنى إنه نقدر نوصل لأكبر عدد من المستخدمين من زبايننا، نقدر نغطي أكبر مساحات ممكنة في بلادنا فلسطين وفي غزة إن شاء الله، ونقدم أعلى مستوى وأفضل مستوى من الخدمات لكل زبائن نوكيا. Thank you.